نكمل أخبار التكنولوجيا بشكل عام وخبر من تيك توك. خبر بيقول تيك توك تزيل مئات الآلاف من الفيديوهات التي تحض على الكراهية. وطبعا تحض على الكراهية دي نحطها ما بين قوسين. قالت الشركة المطورة لتطبيق الفيديو القصير تيك توك أن هي أزالت أكثر من 380 ألف مقطع فيديو في الولايات المتحدة لانتهاكه سياسة خطاب الكراهية ده من بداية العام الحالي لحد النهاردة. وقالت الشركة المملوكة لشركة بايت دانس الصينية أن هي حظرت أكثر من 1300 حساب بينشر محتوى يحض على الكراهية. وقالت تيك توك في تدوينة بتاعتها أن هي أزالت محتوى مثل المضايقات القائمة على العرق، وأضافت أنها لم تتسامح مطلقا مع مجموعات الكراهية المنظمة والمحتوى الذي ينكر المآسي العنيفة زي الهولوكوست أو العبودية. مش كده قلت لكم نحط الموضوع ما بين قوسين، لأنه معايير الغرب أو معايير الشركات زي فيسبوك وزي تيك توك وزي أي شركة يوتيوب وغيرها ليهم معايير مختلفة. يعني أنت لما تيجي تقول رأيك مثلا في دولة الكيان الصهيوني المحتلة أرض فلسطين والسلبة حقوقهم بتنتهكهم يوميا وبتقتلهم، لما تيجي تتكلم بتقول رأيك فيقولك لا ده خطاب يحض على الكراهية ويتم معاقبتك بحذف الفيديو وما شابه. يعني على كل المكملين مع أخبار تيك توك. وخبر تاني مهم بيقول بعد مايكروسوفت أوراكل مهتمة بالاستحواذ على تيك توك. طبعا أوراكل غير مايكروسوفت خالص، أوراكل شركة أكبر كبيرة جدا جدا، لكن منتجاتها مش المنتجات اللي بيتم استخدامها بشكل يومي زي منتجات شركة مايكروسوفت. بعد أسابيع من إعلان شركة مايكروسوفت اهتمامها بالاستحواذ على تيك توك، زي ما قلت لكم أوراكل بتشاركها نفس الاهتمام. بحسب جريدة فاينانشال تايمز أن أوراكل مهتمة بالحصول على عملية تيك توك في عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. أوراكل بتعمل مع عدة شركات استثمار المخاطر اللي عندهم حصة في البايت دانس اللي هي الشركة الأم المالكة لتطبيق تيك توك. على كل الأحوال ما زالت المحادثات في بدايتها، ولم يبقى طبعا الكثير من الوقت قدام أي شركة من الشركات دي عشان تحسم أمرها وإتمام الاستحواذ، لأن لو تفتكروا قلت لكم قبل كده في البرنامج هنا أنه ترامب أمهل تطبيق تيك توك 45 يوم فقط علشان أي شركة أمريكية تستحوذ على، مش تستحوذ عليه كليا لكن تستحوذ على الجزء الخاص به في أمريكا قبل ما يتم حظره. يعني يا إما تستحوذ عليه شركة أمريكية يا إما أمريكا هتقوم بحظر تيك توك.